قراءة القرآن على الماء وشرب الماء. هذا الكلام احنا نقول اولا عندنا اصل اصيل الا وهو ان الله انزل القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء لكل شيء. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات ويمسح بها وجهه وجسمه، وايضا يعني كان له رقى على الحسد وعلى غيرها على غيره من شاكلته، حتى انزل الله تعالى المعوذتين لم يتركهما. وايضا الفاتحه علاج، الرجل كان لديغا كان سليما يعني لدغ، وارادوا له رقيه فرقاه ابو سعيد الخدري بالفاتحه 7 مرات فكانما نشط من عقال. فالقران شفاء، فلو قرأ على الماء وشربه المسحور مثلا فوجد أنه شفية، هذا هنا مجرب. التجريب هنا مع تأصيل الشرع الموجود يمكن أن يؤخذ به، لأنه أبو سعيد الخدري ما كان يعلم من النبي أن هي تقرأ 7 مرات، هذا جاءت ممارسة. لما قرأ 7 مرات الرجل قام كأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال، فكانت تجربة. لكن الأصل أن الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيجوز أن يقرأ على الماء ويشربه، فإن أراد أن يغتسل به لابد أن يغتسل به في مكان طاهر، ويجففه في الزرع أو في غيره في مكان طاهر حتى لا يختلط الماء المقروء عليه بالنجاسات.